هذا وأعرب مجلس الشورى عن بالغ رفضه لكل ما من شأنه المساس بسمعة ومكانة الشقيقة والجارة الكبرى المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدا تأييده المطلق لما ورد في بيان وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونغرس الأمريكي به حول جريمة مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي رحمه الله. ويبدي المجلس دعمه وتأييده لموقف مملكة البحرين الداعم والمساند للمملكة العربية السعودية الشقيقة إزاء ما تتعرض له من إساءة ومساس بسيادتها ومكانتها المرموقة. نحن في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أكدنا موقفنا ودعمنا للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه، وبموازرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ونجدد الرفض التام لأي إساءة واستهداف لاستقرار وأمن المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق. والكل يعلم بأن المملكة العربية السعودية وعلى مر التاريخ كانت السباغة والمبادرة لنشر السلام والمحبة والاحترام بين الدول والشعوب، وتمثل نموذج للاعتدال والوسطية، كما أنها الحريصة على تحقيق الاستقرار والسلام في جميع الدول. السعودية وقيادتها وسيادتها واستقلالية قضائها خط أحمر لا نقبل المساس به مطلقا، وأن تقرير وكالة الاستخبارات الأمريكية ساذج وغير صحيح. لذلك فشلت محاولات المس بسيادة الرياض، علينا لم الشم ووحدة الصف مع توحيد المواقف لمواجهة هذه التحديات، وإذا هناك اختلافات في وجهات النظر يجب أن تتم معالجتها في إطار البيت العربي. حفظ الله الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية وقادتها وشعبها من كل سوء، ونحن مع المملكة في السراء والضراء. لا أحد من يقبل هذا الموقف من حليف استراتيجي في وزن الولايات المتحدة الأمريكية، فلذلك يجب على الإدارة الجديدة أن تدرك الشراكة القوية والتاريخية والاستراتيجية بين جميع عواصم دول الخليج العربي وواشنطن، واللي يجب ألا تتأثر بتقرير غير منصف. كل أهل الخليج يقفون مع السعودية في المنشط والمكره، ومثل ما قال سيدي جلالة الملك الله يحفظه إن البحرين اختارت السعودية لإيمان قيادتنا بالمصير المشترك. يجب أن نبين أن كدول عربية خليجية وعربية وإسلامية نؤمن بمصداقية أن السلام والعلاقات الاستراتيجية الدولية والتعاون والتعايش كدول صديقة وحليفة مع الجميع هي الأمر الذي نعمل عليه جاهدين وبشكل فاعل، وتعكسه تماما الأفعال والتصرفات التي تصدر سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي. ولكن مرفوض التدخل في سيادات الدول والتدخل في أعمال القضاء من خلال ملف حقوق الإنسان وغيرها من الأمور التي يتم النيل من الدول الخليجية والعربية والإسلامية من خلاله. هذا الاستهداف الممنهج ضد المملكة العربية السعودية كان محل استنكار ورفض ليس من قبل الدول بجهاتها وهيئاتها الرسمية، بل شاطرهم في ذلك واقترن بتصريحات من عدد من البرلمانات العربية وغيرها والتي تمثل السيادة الشعبية أيضا. الحملة المؤخرة على المملكة العربية السعودية وهي مو أول حملة نعتبرها هي ضدنا إحنا كشعوب أولا، وايضا واجبنا يعني دعم السعوديه مو بس من باب رد الجميل وما اكثر الجميل الله يديم عزهم، لكن هي قناعه راسخه يعني بوحده المصير، هي قناعه ان الدفاع عن السعوديه بالنسبه لنا هي مساله مصيريه كشعوب اولا وكدول. اليوم نحن نسجل وقفه اجلال واكبار واعتزاز للشقيقه الكبرى المملكه العربيه السعوديه، ونؤكد على دعمنا ومساندتنا لكل الجهود التي تقوم بها من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط ومساعيها الخيرة والإنسانية لمختلف الدول والشعوب، رغم ما تتعرض له من هجمات واعتداءات وإساءات مبرمجة من جهات مشبوهة
وتحمل أجندات سياسية لإثارة الفتن وزعزعة الاستقرار. إن المحاولات المتكررة للإساءة للشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية وقيادتها الحكيمة ما هي إلا اعتداءات مستنكرة ومرفوضة تريد النيل من القيادة السعودية والزج بها في تقارير كاذبة تتضمن كلاماً مرسلاً وعارم من الصحة. الاستهداف حقيقة ليس فقط للمملكة العربية السعودية، لأنهم يعلمون جيداً أن المملكة العربية السعودية هي العمود الفقري وهي العمود الأساسي لخيمة المسلمين والعرب جميعاً الشرفاء منهم، فأي مكان في العالم لا توجد لمسة شريفة نافعة للمملكة العربية السعودية، بل هي عقد النظام الذي يجمع العالمين العربي والإسلامي. لذا إن الوقوف مع المملكة العربية السعودية دائماً واجب شرعي وواجب قومي. إن المملكة العربية السعودية هي قبلة المسلمين وبلاد الحرمين الشريفين ومظلة الخليج العربي والدول العربية والإسلامية، ولا نقبل المساس بها لا من قريب ولا من بعيد. وما هذه الادعاءات المضللة المرفوضة إلا للتقليل من شأنها ومكانتها العربية والعالمية ومحاولة ثني مسيرتها الحديثة والحديثة في ظل قيادتها الحكيمة. حفظ الله بلادنا وبلاد الحرمين الشريفين. الواجب علينا أن نعرب عن تأييدنا ودعمنا لما ورد في بيان وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونغرس الأمريكي به حول مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي رحمه الله، عرفانا منا بما تقدمه المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وولي عهده الأمين رعاه الله والشعب السعودي الشقيق من مواقف ومساندة كبيرة ومشرفة بجانب مملكة البحرين في مختلف الظروف. وأقول ما يؤذي السعودية يؤذينا، ويجب مساندة قرار مجلس الشورى، ويجب التعبير عن التضامن غير المحدود مع السعودية، ويجب توصيل رسالة لكل دول العالم الهدف منها أن البحرين قيادة وحكومة وشعبا مع المملكة العربية السعودية قلبا وقالبا، وما يمس السعودية يمس ويسيء للبحرين، وأن هذا من الثوابت التي عشنا عليها ولن نتخلى عنها ما حيينا. أؤكد كذلك أن المملكة العربية السعودية هي الحصن المنيع في مواجهة كل من تسول له نفسه العبث بمصالح مقدرات شعوب المنطقة، وهي الراعي الكبير لتطلعات ومقدرات هذه البقعة المباركة من العالم، وأن وقوف مملكة البحرين قيادة وحكومة وشعبا تأتي لإيمانها وإيماننا نحن جميعا بالمصير المشترك والخير الواحد في مواجهة التحديات، وسيرا على خطى مليكنا حفظه الله ورعاه في تعزيز مكانة الشقيقة الكبرى.